عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غندير معكم جلابه ديال اخت فاطمه، طرز تونسي، غديرها في نص الطوق ديال الجلابه. بالنسبه للثوب عندنا هنايا مليفه، مليفه رقيقه ماشي مغليطه. وبالنسبه للاخت راه بغاتها كرشمه، غادي ديرها في الستر ديال الجلابه. اول حاجه كنقطعوا الكانفا، تكون عندنا اعبر واحد سواء في الطول سواء في العرض، تكون بحال بحال. بالنسبه للاخت عندها تبركله مع بويله، راه غنديروا لها طول شويه كبير. بالنسبه للعبر انا غنقول لكم بالنسبه للعرض 6.4 سنتيم باش قطعنا 6.4، وفي الطول 39 سنتيم، 39 سنتيم باش كنقطعوا. ونفس العبر، نفس العبر. اول حاجه باش غنديروا الجلابه ماشي قطان، ركزوا معايا، العبار ديال الجلابه ماشي قطان. بالنسبه للجلابه كنجيو هنايا الكتاف ديالنا كنديروا 11 سنتيم حتى 12 سنتيم الطول ديالنا، يعني غادي ناخذ الفيليب غادي نجي ندير هنا 11 سنتيم هكا. ولكن هنايا علاش انا قلت 11 سنتيم؟ حيت الا طلعناها، الا طلعناها الفوق القب ديالنا غادي يغطي لنا الرشوه، داكشي اش كنديروا الطول 11 سنتيم، غادي نحطوا 11 سنتيم. بالنسبه للسفيفه اللي غادي دير، هي غدير الضفيره، غادي ندير ليها 2 سنتيم، هي 2 سنتيم، ها هي جات نيشان 2 سنتيم. نحاول نطلع شي شويه الفوق، اي شويه في الكرنك صافي هكا، وغندير 2 سنتيم. وهنايا غادي نبقى نقبض بالفيليل، يكونوا الفيليلات، حيت بزاف ديال البنات عارفه كيف قايدين لنا كيفاش كديري مع التلاميذ ديالك اللي ما عندهاش الراس حيديها. واه، حيت علاش غادي غيسلك الثوب ديالك؟ غنمشيو بهذه الطريقه البنات، كنمشيو 2 سنتيم 2 سنتيم هكا، شفتوا؟ ها هي 2 سنتيم. مصوره راه كتطقطق المسكه كوثر، هي اللي قطعت ليا التليفون، ما كايناش غزلان. ها نتوما هنايا جاياني خفيته على 2 سنتيم، اشنو كندير؟ كنكحزو غير شويه بيدينا هكا، غير شويه، وغادي نولي نرجع غتبقى 2 سنتيم. بعد مره تقطع، شتو بعد مره تقطع، حيت هذا ماشي الحاشيه ديال الثوب، هذا راه قطعوا الخياط ودالو السورجي. بعد مره السورجي ما كيجيش نيشان، كياكلو نفس الطريقه. احنا غاديين ب 2 سنتيم، غادي نهبطوها كامله ب 2 سنتيم. دائما عبار واحده البنات، خصكم تاخذوا العبار ديالكم، ها هي 2 سنتيم هكا حتى لتحت، غنوصلوها حتى لتحت، حتى بقيتي شويه يعني. دابا ها انت 2 سنتيم هكا، لاحظ هنا حنا خصنا غير شويه هاك، خصك تجيب الا كان داخل خصك تجيب لي شويه، حيت علاش السورجي خياط بعد المره كياكل السورجي، سواء السورجي سواء كيتقطع كيقطعوه. دابا شنو البنات؟ دابا غادي نجيو نشبو نقطو بالفينيلات دابا كاملين باش ما يعوج ليهاش. دائما الفيليلات يكون عندهم ريوس ماضيه باش ما تسيلكمش الثوب ديالكم هكا. نفس الطريقه غنديروها في الجهه الاخرى. المهم باش تخدم راه غنشاركها معكم كيفاش طلعت هي كفاطمه ان شاء الله، ان شاء الله يا رب. المهم احنا سالينا اشنو كنديروا في الجهه الاخرى هكا، غير هكا، يعني اللي عند تبارك الله اللي ذكيه راه اللي ذكيه راه تخرجها مزيان. ها انتما كنجيو نشدو، كنشدو الكامبا ديالنا هكا، نقارنو، يعني نقارنو لاقيل، انا كنقول نقارنو غادي نجي هنا نحط وغادي نعبر، غادي نعبر السنتيم ديالي. بعد مره كنديرو غير بحال هكا خاص، ولكن هادو نكونو تشوف مسألة ضروري كتشوفي ملي كتحطي الميكرو كتحطي هادي طالع غتوليها شو البنات، البنات شوية البنات ما بغيتوش، هاي
العصا، عصا من عصا لا. غادي غتاخدي هنايا جوج سنتيم نفس الطريقة، غتحزي واحد شوية غير شوية صافي جوج سنتيم هانتي هاكا شتي نفس الطريقة. غتاخد الفيلي ضروري الراس ما كاينش، حيدو الراس نعاود حيت زعزعتها. الا ما كانش عندك الراس احيديه، مابقاش تخليه مابقاش تخليو الفيليلات غير غيضيع عليكم الثوب ديالكم. صافي غنمشيو بهذه الطريقه حتى غنوصلوا. صافي غادي نكملوها البنات ونرجع معكم. البنات بما كملنا التنشاب داكشي، دابا راه درت الثوب الزياده اللي كيكون عندنا مفتاحي كنديرو الزياده على حسب المرمه باش ما تقلط ليناش الكافر. دابا غادي تبدا ان شاء الله غادي دائما بخمسه، عندنا اربعه الوحدات هكاك بالنسبه لهذا الرشمه هي هادي. دابا راه بدات من هنايا ودرناها يعني قريبه لتحت باش غدير غير طفيره رقيقه باش تيحضر حدا الطفره. هاب شويه المهم فاش تبدا تخدم شويه غنبقى نصور. هيا فين واصلات؟ هيا غدا. المهم غادي تكملها ان شاء الله فاش غتخدمها وتساليها غادي نوريها لكم باش كيفاش طلعت. المهم راه ساهله، الله يوفقك الله يسهل عليك. هانتوما البنات هيا كملات، بدات كتصوق من الداخل. وقولوا لي اللوان اللي جاوا معاها، حنا درنا غير هاد اللوينات حيت هي اخت فاطمه كتبغيش الالوان مشعشعين، يعني على حسب دائما كتلعبوا على حسب اللاج. الانسان ملي تيكون صافي كبر شويه كيدير الالوان اللي الناس ديال العقل ولا لا داكشي الناس ديال العقل. اه هو داكشي اللي كاين.